راح أوريكم الحين طريقة عمل أو الطريقة اللي استخدمتها أنا في عمل القواعد على أساس أن أقلل التكلفة. فلاحظوا معي هاي المرش وكذلك هذا المرش مثل ما هم ملاحظين، وهذه عندي في قفاصة، هاي الأنثى وهاي الذكر، أيضا عند ونس، وهاي عملت محبس، وتحت هذا بيب حديد وحطيت البيب بلاستيك كحماية كفر على أساس أنها طبعا يبندوا نتحكم فيه. فالحين بوريكم كيف العامل اللي بطله. شاهد بطل شيء، لاحظ معي هو خلاص بند الحين الماي، خلاص بطل ضغط على ايوه خلاص. تلاحظ هاي الحين بإمكانه ان يشله ويوزع يحطه في نقطة اخرى.